السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن حال. يقدم الناس في شهر رمضان المبارك إلى تناول شهوات استثنائية كالسفوف أو سلو، ويستحسن تحضيره في المنازل بدلا من اقتنائه في الأسواق. فاليوم اخترت لكم تحضير وصفة سلو بأدوات منزلية وبطريقة سهلة وجودة عالية وتكلفة مربحة، لذا تابعوا معي مشاهدي الأعزاء. بالمقادير كما تشاهدون، عندنا نص كيلو اللوز، 100 جرام نافع، 100 جرام حبة حلاوة، نص كيلو إلن، 200 جرام زريعة الكتان، 2 كيلو جنجلان، كيلو جوز الهندي، قليل من الملح، 30 غرام قرفة، حبتين من الجوزة، نص كيلو زبدة، 2 كيلو طحين محمر، 700 غرام سكر غلاسي، لتر من الزيت الزيتون، نص لتر النباتية. اتبعوا معي كيف تتم طريقة التحضير، وشكرا جزيلا.
والآن أعزائي المتابعين، هذه الوصفة اللي أمامكم هي مجرد عينة، والحصيلة كانت جيدة بالمقارنة مع المقادير المستعملة، والكمية كانت هائلة حوالي 8 كيلوغرام. أما على المستوى التذوق كما ترونها شكلا فهي شهية ولذيذة ورائعة واقتصادية ومربحة. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة وتجربها، وما تنسونيش بتعليقاتكم الوجهة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي نستمر بالمزيد إن شاء الله. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، وإلى فرصة قادمة بإذن الله تعالى.